لتحضير البينات باتر اند بينات ديزرت انتو بحاجة لباكي بيناتس حوالي 250 جرام، انتو كمان بحاجة لبينات باتر كمان 250 جرام، وانتو بحاجة لمربى الفريز حسب الذوق. هاي صار وقت نحضر الدسير، وانت بناكل الدسير بس نتغدى بعدين بناكل الدسير. Give me five. كيف تعرف كل شيء؟ الياس بدنا نعذبك توقف اكل شوي. شو اطيب دسير عندك؟ هيدا شي دسير؟ جبنه شي دسير؟ الا اذا كان تشيز كيك. شو اطيب دسير عندك بس شو الياس؟ ما بتحكي انت عم تلعب بس بلا بلا بلا. شو اطيب دسير عندك؟ كيك؟ اوكي. هيدا دسير كتير هين تحضيره، بس بدكم بيناتس ناتس بتجيبون اكيد من السوبر ماركت، وبينات باتر. ليكو شو بنعمل؟ بنجيب ملعقة بينات باتر، اكيد بكون غسلنا ايدينا كتير مريح، بنحط فيها ناتس هيك. اوكي. وبنعملها مثل رون صغيرة، بنحطها على الصحن، اوكي؟ هاي أول ستيب، يلا أنجلو. أنت رح تبلش، هاي الملعقة لإلك، لأنه إلياس مشغول بالأكل. إلياس بتحب البينات باتر؟ شو بتحب؟ كيك؟ طب تحب الكوكيز؟ ايه؟ كتير؟ بدك تحكي الياس، كيف نسمعك اذا ما بتحكي؟ اي كوكيز بتحب؟ هيدي بدنا نوثق فيها ايدينا، مشان هيك نحن غسلنا ايدينا منيح قبل ما نبلش، كمان علينا كمامنا. شو بتحب كمان مسيو الياس؟ منقوشة وفرماج؟ اوكي يلا لهوس لتقدر تحكي. انجلو انت شو اطيب دسير عندك؟ فروي. برافو انجلو. بتعرفوا انه كثير كثير مهم ناكل فروي، وكثير منيح للصحه ومصير كثير قوية. انت قد ايه قوي انجلو؟ قد ايه قوي؟ خبرني. كثير ولا شوي؟ كثير على الاخر. كثير على الاخر، لانه انجلو بياكل خضره وبياكل فواكه كمان. الياس هيدي امبارح اكل بنان مش هيك؟ قول كيسكو تشافي اير. شو عم بينزل؟ جي مانجي. ايه نزلهم هيك بكل ايدك. لا بايدك. هيك. اوكي عملهم بول. اوكي برافو. اوكي نحن رح نكمل وبنرجع بنشوفكم بعد شوي صغيره. مين اخترع عمليه التعليب؟ نيكولاس بان، نيكولاس ابرت، او نيكولاس كان؟ نيكولاس ابرت. اوكي بعدنا عملنا بول من بينات باتر ومن بيناتس، بس بنحط جيلي. اكيد نقل المربى اللي نحن بنحبه. هيدا على فريز. بتحب الفريز انجولا؟ ايه. انجولا بحب الفريز. الياس ما بحب كثير الفري، بس قرر من بعد هلا دائما ياكل فري مش هيك؟ وي شو بدي وي. يلا انجولا حط لنا بليز فري هون، قصدي مربى. حدهم من هيدي الجهه، اوكي؟ هيك بدك تعمل. اوكي بعد شوي بليز. رح اجيب انا ملعقة ثانية تو هيلب مي. شوف كيف فيك تستعمل، فيك تستعمل هالملعقة. نزل بهالملعقة هدول هيك. برافو. يلا جيب حط غير. فيري جود. صحتين مسيو الياس. اوكي وهيك بنكون حضرنا بينات باتر اند بينات ديزرت. صحتين. بونجور، معكم الشيف أليكس بفكرة جديدة من One Minute. خلينا نتعرف على رفقتنا اليوم. بونجور، شو اسمك؟ ساندرا مينا. قديش عمري؟ 9 سنين. شو اسمك؟ جين هاين. قديش عمري؟ 10 سنين. شايفين سيارتي الحلوة؟ اليوم بس بدكم تعملوا مثل سيارتي، ويلي بيعمل مثلها هو اللي بيربح. بس انتبهوا اعملوا مثل ما معمولة هي. معكم سين دقيقة واحدة، بدي عدلها 3 بتبلشوا. 1 2 3 توب. سيارتي حلوة، عملوا سيارة حلوة مثل سيارتي، لأن هلأ بدنا نروح فيهم نسوقهم على الطريق. جربوا أسرع.
برافو جين. ما كنت تقريبا 35 سنة. برافو جين، سبقتها. لا ذكريني باسمك. ساندرا. برافو ساندرا، تقريبا 15 سنة. أسرع ساندرا. برافو، اثنيناتكم خلصتوا قبل الوقت، شو سريعين. جين سيارتها كتير حلوة، فيها تسوقها على الطريق، وهي كمان سيارتها كتير حلوة. برافو، اثنيناتكم ربحتوا معنا. لقونا بالفقرة الثانية من واد منت. باي. هاي شباب. هاي. كيفك أنجلو؟ منيح. الياس أكلت؟ ملي بطونك؟ تي بري؟ لا شو هاي هيك؟ قلي تي بري؟ وي. وي وي. بليفا. تي وي. اوكي اوكي. رح أسأله باد مرة بس. تي الياس اسكو تي بري؟ وي. اوكي اسمعت. يا الله. اوكي. اليوم بفقرة انترتيننج، الفقرة اللي بنحكي فيها عن الاتيكيت، عن الاشياء اللي لازم وما لازم نعملها على الطاولة. مثلا فينا شي ندقر شعراتنا نحن عم ناكل؟ قولوا لي وي او نو. 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 اوكي، ما بدك تعمل هيك براسك، بدك تجاوب. فينا شي نحط ايدنا بمنخارنا؟ لا. وبدكم تقولوا وي او نو. نو. اوكي، على صوت عالي اللي يسمع. اوكي خلص. وكمان ايام بنحكي عن ساتخ دو طابل، ولا كيف فينا نزين الطاوله. ايام بنحكي كيف بنصفصف الصحون، وكيف كل شيء بيكون حلو وجاهز على الطاوله، وشو هن الاشياء لازم نقولها والاشياء لازم نعملها. اليوم رح نحكي على شيء كمان مهم ودايما ننسيه، وهو شكلنا. اذا اجى ناس لعنا مش لازم يكون لابسين ثياب حلوين؟ نعم. مش لازم يكون مزبطين شعراتنا؟ نعم. وإذا كنا لابسين تياب حلوين ومزبطين شعراتنا والإسبادريل الأبيض تبعنا وسخ، شو بنعمل؟ مننظفه. هاي مننظفهم مع دياي. مننظفهم. وبتعرفوا شو بنستعمل حتى دغري ننظفهم بسرعة وينضفوا؟ بتعرفوا شو هيدا؟ بيرلي بود. نو، هيدا دونتي فريس، يعني معجون أسنان. لازم تجيبوا معجون اسنان ابيض هيك بيكون مش جل، وبتحطوه على البوت تبعكم. بتجيبوا فرشاه اسنان قديمه، مش فرشاه اسنان اللي منفرشه فيها. وقال بتصيروا انت والبوت عم تفرشوا بنفس فرشاه اسنان. ياك. بتجيبوا فرشاه اسنان قديمه. شو بتسالوا مامي بدكم؟ فرشاه اسنان قديمه. اعلى فرشاه اسنان قديمه. اوكي قديمه قديمه قديمه. اوكي بتصور سمعته، وتصيروا تفركوا بين فرشاه اسنان، بترجعوا بتحطوا شوي شقفه فيها مي، وبصير كثير ابيض وحلو وجاهزين انه تلبسوه لحتى تستقبلوا الناس. باي، بنشوفكم المرة الجاي. باي. نشوفكم مرتي الجاي. اوكي.